اهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. النهارده بقى هنتكلم على مباريات الدوري الانجليزي النهارده ومباراه كره القدم بين ليفربول وبورتسموث النهارده في الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. النهارده ليفربول بيفوز على بورتسموث النهارده ب9 اهداف للا شيء النهارده، ومطرت اهداف النهارده في استاد انفيلد النهارده في انجلترا النهارده، ومباراه في قمه الاثاره والمتعه النهارده. ليفربول بالتشكيل اللي وضعه النهارده يورجن كلوب الالماني النهارده، يورجن كلوب النهارده بيصالح جماهيره بعد خسارته الاخيره امام مانشستر يونايتد في مباراه في ملعب مانشستر يونايتد. النهارده ليفربول النهارده مطرت اهداف، وبيثبت النهارده ليفربول ان هو جاي وبقوه علشان ينافس على لقب الدوري الانجليزي او البريمير ليج الانجليزي الممتاز. نتمنى ان شاء الله التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح النهارده اللي كان موجود وعمل كام اسيست النهارده في اللقاء اليوم، بغض النظر ان هو ما احرز اهداف النهارده، لكن محمد صلاح سيبقى اسطوره من اساطير كره القدم المصريه وليفربول في عصرها الحديث. النهارده شفنا اهداف غزيره جدا في مباراه اليوم، وكان النهارده بورتسموث كان بيلعب مباراه وديه امام ليفربول، لكن النهارده يا جماعه بصراحه الجماعيه في الاداء في مباراه اليوم لفريق ليفربول كانت عالية جدا، لكن الأفضلية كانت طبعا للمدرب الألماني يورجن كلوب اللي وضع تشكيل مهم جدا في هذه المباراة اللي كانت ممتلئة بالأهداف. علشان كده لاحظنا ان التركيز كان عالي جدا لفريق ليفربول في مباراة اليوم امام بورتسموث في ملعب ليفربول. لقاء اليوم يا جماعة كنا شايفينه طبعا من جانب واحد، والنهاردة لولا عدالة السماء كانت المباراة تخرج النهاردة بأكتر من 10 أهداف، وأعتقد أن هي أكبر كمية أهداف لحد دلوقتي من بداية الدوري الإنجليزي. لكن الدوري الإنجليزي وليفربول النهاردة بيدي رسالة وبقوة لأقرب منافسين النهاردة مانشستر سيتي اللي فاز النهاردة وبيتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد ما كان خسران بهدفين رجع النهاردة وفاز بأربع أهداف لهدفين. لكن يا جماعة عشان كده مانشستر سيتي مش هيفرط في هذه البطولة المحببة ليه ولجماهيره النهاردة. ليفربول النهاردة في مباراة اليوم بيعبر عن نفسه برغم ان محمد صلاح ما احرزش اهداف النهاردة وضيع فرص، لكن النهاردة ليفربول النهاردة جاي وبقوة لمقدمة الدور الممتاز وبيحتل المركز الثامن في أول أربع مباريات في الدور الإنجليزي الممتاز. كلنا عارفين إن هو تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد النهاردة، وبيفوز بتسع أهداف النهاردة، رقم كبير جدا ورقم قياسي لليفربول. و يورجن كلوب في الدوري الانجليزي 9 اهداف رائعه، 9 اهداف جميله جدا، 9 اهداف ممتعه جدا في مباراه ليفربول النهارده وبورتسموث، على الرغم ان بورتسموث النهارده احرز هدف ولكن يطلع تسلل. النهارده يا جماعه الدوري الانجليزي الممتاز منتهى الاثاره ومنتهى المتعه في لقاء اليوم النهارده ما بين بورتسموث وليفربول النهارده في الانفيلد. مباراة النهاردة يا جماعة زي ما انتوا شايفين اهوت هجمات غزيرة لليفربول وفان دايك واهم النجوم النهاردة، ويصحح النهاردة يورجن كلوب كل الاخطاء اللي احنا شفناها في المباراة الماضية. الف مبروك لليفربول وهارد لك لبورتسموث النهاردة في مباراة اليوم في